بعد فشل دعوة اقتحام البرلمان، نواب النهضة يلجؤون للأبواب الخلفية ودعوات الرحيل توجه. تظاهرات في بغداد تحيي ذكرى حراك تشرين وتردد شعارات ضد الفساد والمحاصصة. ممثلو مجلسي النواب والدولة الليبيين يستأنفون مباحثاتهم في الرباط، والخلافات حول الانتخابات لا تزال قائمة. الأمم المتحدة تحذر من تحول كارثي في المجتمع اليمني بعد انتهاء الحرب جراء الأزمات الإنسانية والعنف. نشرة بآخر الأخبار من الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تونس، فبعد عريضة مذيلة بتوقيع 90 نائبا ودعوات متتالية على مواقع التواصل، تراجع نواب حركة النهضة الإخوانية عن الدعوة لاقتحام البرلمان التونسي اليوم، وقالوا إنهم أرجعوا الدخول عنوة إلى البرلمان للأسبوع المقبل. وكان الأمن التونسي عزز من إجراءاته في محيط البرلمان وداخله، فيما طوقت الشرطة مقر البرلمان بحواجز حديدية وعربات عسكرية تحسبا لمحاولات من نواب النهضة وحلفائهم باقتحام البرلمان. يأتي هذا بعد أن وقع 90 نائبا في البرلمان التونسي على بيان أظهره نائبان المستقلان صافي سعيد وعياض اللومي، يدعون فيه إلى استئناف عمل البرلمان مع حلول اليوم الأول من أكتوبر. توالت التحذيرات التونسية اليوم من محاولات ضرب الحياة السياسية في البلاد، حيث أوضح رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول الحدث أن سعي عدد من النواب لعقد جلسة للبرلمان المجمد يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي ويهدد بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى. بدوره حذر التيار الشعبي التونسي رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من محاولة تنفيذ السيناريو الليبي وتقسيم السلطة في تونس. وفي تصريحات للحدث، اعتبر الناطق باسم التيار محسن النابتي اعتبر أن الغنوشي يريد ضرب وحدة الدولة من خلال أحداث نزاع شرعية على غرار ما قامت به جماعة الإخوان في ليبيا. وأضاف النابتي أن الغنوشي دفع بقياداته وبيادقه النواب لتحدي قرار الرئيس السعيد بتجميد عمل البرلمان، وذلك في محاولة لتقسيم البلاد وإدخالها في حرب أهلية، مشددا على أن هذا السيناريو لن يمر وأن تونس ستبقى عصية على الإخوان. ونشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد إلينا في الحدث عن اتحاد الشغل التونسي، أن تعيين بودن رئيسة للحكومة هي رسالة للخارج قبل أن تكون رسالة للداخل. تفاصيل أوفى حول ما يحدث في تونس مع زميل وليد عبد الله. وليد، أهلا بك معنا في ساعة جديدة على الحدث. وكنا قبل قليل نقلنا مشاهد لمحاولة برلماني اقتحام البرلمان منفردا، ماذا في التفاصيل؟ من هو هذا النائب؟ وماذا عن تصريحات اتحاد الشغل الأخيرة وليد؟
نعم مساء الخير، نحن ما زلنا في محيط مقر البرلمان وانتقلنا من الباب الرئيسي إلى الباب الخلفي الفرعي الثاني، وهنا صارت محاولة الدخول إلى البرلمان من 5 نواب على الأقل، هم من نواب النهضة ومن قلب نواب تونس، بينهم النائب السيد الفرجي، تقريبا 5 نواب منهم نائبان جاء هما سيد الفرجاني ورفيق عمارة، وجاء بعدل تنفيذ لمعاينة إغلاق قوات الأمن أبواب البرلمان، والنائب محمد القماني الذي قال إنه جاء بصفة شخصية. ولدى حلول هؤلاء النواب تجمع عدد من المواطنين الذين رفعوا شعارات تطالب بحل البرلمان ولا بإغلاقه فقط، وأيضا رفعوا شعار ارحل ديجاج لكل هؤلاء النواب، مضطر بعض عناصر الأمن إلى مرافقة النواب إلى محيط بعيد عن البرلمان لتأمينهم ونصحهم بترك محيط البرلمان، خاصة وأنه لا مجال للدخول اليوم للبرلمان في ظل الإجراءات الاستثنائية، ورغم أن النواب كانوا اجتمعوا يوم أمس سواء على مكتب البرلمان بطريقة افتراضية أو حتى من الاجتماعات السرية لتداول كيفية العودة البرلمانية التي كان من المفروض أن تكون اليوم ككل عادة بعد نهاية العطلة البرلمانية، وللإعلان والتباحث في إمكانية عقد اجتماع للبرلمان أو استعادة أشغال البرلمان كما يؤكد بعض النواب في مكان آخر، ما زال لم يعرف بعد. على كل من المنتظر في هذه التطورات أن يتم اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب لتدارس الوضعية الحالية ولإمكانية استئناف عمل المؤسسة البرلمانية المجمدة منذ 25 يوليو، والتي واصل الرئيس قيس سعيد في 22 سبتمبر إجراءاته الأخرى برفع كل الصلاحيات وأيضا الامتيازات للنواب ولرئيس البرلمان، ولن يكون هذا الاجتماع في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية سواء في المقر المركزي للبرلمان أو حتى في المقر الفرعي. هذا فيما يتعلق بما يحدث، وعلى ما يبدو أن عدد من النواب تراجعوا عن هذه الإمضاءات، وهناك من تحدث على أنه تم تزوير إمضاءاتهم خاصة وأنهم خارج حدود الوطن، بل حتى أن هناك من قال إن المؤسسة البرلمانية انتهت. النائب الثاني لرئيس البرلمان قال يجب أن يجتمع البرلمان، وفي حال اجتماعه وعودته للعمل فإن هو عليه أن يحل نفسه وأن تكون هذه الجلسة محددة لحل البرلمان بصفة تلقائية لتجنب الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، وربما لنهج الحوار اليوم كحل بديل كحل سياسي، لأن المسائل القانونية تكاد تكون حسمت. بعض النواب يتحدثون اليوم على أن البرلمان حتى وأن كتب له الاجتماع فإنه سيجتمع لحل نفسه بشكل قانوني بعد أن نظر في إمكانية منح ثقة أو منح ثقة للتوليفة الحكومية الجديدة، وأيضا المصادقة على عدد من مشاريع القوانين وتعديل النظام الانتخابي ولما لا الدستور، ثم الذهاب للاستفتاء قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. تقريبا هذه مجمل الأحداث فيما يتعلق بالمسار البرلماني، والذي ما زال معطلا بالكامل بعد وضوح الرؤية في انتظار تشكيل الحكومة فيما يتعلق بالمسار الحكومي. بيان اتحاد الشغل اليوم أو موقفه في دقيقة لو سمحت، ليس بالموقف الجديد، ولكن نعم، ولكن إجمالا إن بيان اتحاد الشغل يريد أن يعدل من خلالها البوصلة بأن عجلة الزمن والأحداث السياسية لن تعود إلى ما قبل 25 يوليو. فقط اتحاد الشغل يريد أن يدعم الحكومة الجديدة حتى تنكب على الاشتغال على الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة في البلاد، وأيضا الملفات الاجتماعية، ويطالب الاتحاد أيضا بتوضيح الرؤية أكثر وبالعودة للحوار من أجل التخلص من المرحلة الاستثنائية والانتقالية بعد تعديل الدستور واستفتاء الشعب عليه، ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد تنقيح القانون الانتخابي. نعم، من تونس الزميل وليد عبد الله، شكرا لك وليد على كل هذه المعلومات التي أطلعتنا عليها، أشكرك وليد. وكان الرئيس التونسي تعهد خلال استقباله رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن بعدم الخضوع لأي ابتزاز أو محاولة للتسلل لفرض اختيارات معينة، مؤكدا أن اختيارات الحكومة ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل، وطالب القضاء بتحمل مسؤولياته الكاملة ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وتحقيق في التجاوزات التي اعترت الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة وتحديد مصادر تمويل الأحزاب، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة مولت من الخارج. ليعلم الجميع أننا لن نخضع لأي ابتزاز ولأي مساومة في الحق، اخترنا طريقا أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس. التونسيون والتونسيات
من حقهم أن يعيشوا في كرامة بكل حرية، وأن نستجيب لمطالبهم الإنسانية المشروعة. من تونس ينضم إلينا عضو البرلمان التونسي المجمد سيد حاتم المليكي. سيد المليكي أهلا بك معنا إلى هذه الساعة على شاشة الحدث. بداية، كيف تنظر إلى كل التطورات المتعلقة بالبرلمان اليوم، محاولات لاقتحامه من قبل 5 نواب وتسعون نائب أو أقل، أرجعوا اقتحام البرلمان إلى الأسبوع المقبل؟ الأوضاع في تونس هذه الفترة متشنجة جدا. كنا سجلنا بكل ارتياح تكليف السيد رئيس الجمهورية السيدة نجلة بودين لتشكيل الحكومة، وهي تعتبر خطوة إيجابية لعودة مؤسسات الدولة للعمل. يبقى أن هنالك العديد من التحفظات على المرسوم 117 الذي أصدره الرئيس، والذي يوجبه تنظم السلطات العمومية. في تقديري رئيس الجمهورية تأخر كثيرا في الإعلان عن نواياه في مجالات عدة. المجال الأول فيما يتعلق بالبرلمان، وأنا شخصيا كنت طالبت منذ مدة السيد رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا واضحا، إما بحل البرلمان والذهاب إلى، هل الدستور يسمح بذلك سيد حاتم، أم الأمر يحتاج إلى تعديلات دستورية؟ كل الأمور تحتاج إلى تعديلات دستورية في الحقيقة. كل الأمور تحتاج إلى تعديلات دستورية. في تقديم المسألة ليست قانونية بل مسألة سياسية. هنالك إجماع على عدم العودة للوراء إلى البرلمان السابق، وإلى عدم العودة إلى الشكل السابق من أشكال ممارسة السلطة. حظي رئيس الجمهورية بمساندة واسعة لقرارات 25 جويلية، والمطلوب الآن أن يتحول وبسرعة إلى قرارات جديدة تفترض أن يقع الحوار حول المسار السياسي المستقبلي لتونس. في تقديري على رئيس الجمهورية اليوم أن يتخذ قرارا حاسما في مسألة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانيا، والتفاوض حول جدول زمني معقول لتعديل القوانين الانتخابية وتجديد الثقة في البرلمان من خلال انتخابات سابقة لأوانيا. ما عدا ذلك، نعلم جميعا أن حركة الإخوان المسلمين في تونس تستغل هذه الظروف وهذا الغموض لكي تعود إلى المنطق القديم، وهو المنطق المواجهة في الشارع ومنطقة العنف المتزايد والذي يقسم التونسيين. أظن أن رئيس الجمهورية بإمكانه اليوم أن يحل هذا الإشكال من خلال التفاوض حول خارطة طريق واضحة لإعادة مؤسسة الدولة للعمل. المسألة الثانية، والتي أظن أن اتحاد الشغل يعني أشار إليها وبوضوح، هو فيما يتعلق بالحكومة. من المهم جدا أن تكون سياسة الحكومة في المرحلة القادمة واضحة، لأن بالنسبة للتونسيين الأكيد أن هنالك اهتمام بالشأن السياسي، ولكن الاهتمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي بالأزمة المالية التي تمر بها تونس أهم بالنسبة للمواطنين. طيب سيد حاتم، اليوم في ظل هذا المشهد المشحون للغاية والاستقطاب الحاد إن كان داخل البرلمان أو حتى في الشارع التونسي على خلفية إجراءات الصعيد الاستثنائية، ما هي فرص قيام حوار وطني، وبرأيك من هي القوة التي ستدعى حتى إلى هذا الحوار؟ يعني تقليديا في تونس نعلم جميعا موازين القوى من حيث المؤسسات أو المنظمات. كانت لتونس في السابق يعني تجربة في إدارة الحوار عبر الراعي للحوار. من الواضح جدا أن اليوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى المؤسسة والمنظمة الوطنية. سيد حاتم هل تسمعني؟ باقي المنظمات الوطنية. هنالك إشكال حول المفاوضات مع الأطراف السياسية ورئيس الجمهورية يرفض، ولكن في تقديري بالإمكان تشكيل سريعا لجنة وطنية فيها شخصيات وطنية ومنظمات وطنية تتولى الحوار مع السيد رئيس الجمهورية. هو فعل ذلك في السابق، أتذكر أنه وكنت موجودا شخصيا ودعيت إلى لقاء مع السيد رئيس الجمهورية عندما تعطل الحوار حول التحويل الحكومي، وقدام اللقاء يعني 3 ساعات، وعبر رئيس الجمهورية عن نواياه وعن أفكاره، وكان هنالك حوار حول الخروج من الأزمة في تلك اللحظة. ممكن تجديد هذه العملية بصيغ مختلفة وبشخصيات مختلفة وبتمثيليات مختلفة، لأن الوضع في تونس في تقديري إذا ما تواصل في حال هذا الغموض فإننا نعلم جميعا القدرة الكبيرة لحركة النهضة في التخريب. من تونس عضو البرلمان التونسي المجمد السيد حاتم المليكي، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من إيضاحات، أشكرك. في نشرتنا أيضا بعد قليل، أمطار الشتاء تهدد ما تبقى من مرفأ بيروت المدمر.
تحديات من أمنية واقتصادية وسياسية واحتجاجات من شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية من السبت إلى الخميس 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. في الذكرى الثانية لحراك تشرين انطلقت في العاصمة العراقية تظاهرات مدنية باتجاه ساحة التحرير وسط تعزيزات أمنية. قوات الأمن قطعت عددا من الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد. يذكر أن الناشطين دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أيام لتجديد تظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل وإجراء عمليات إصلاح اقتصادية حقيقية. وقال موقع ثوار تشرين قال إن التظاهرات ستنطلق في 13 محافظة في الذكرى الثانية، وسيكون الهدف من التظاهرات الحفاظ على زخم المطالب الشعبية. ردد متظاهرون غاضبون في ساحة التحرير شعارات تطالب الحكومة بالقصاص من قتلة الناشطين المدنيين خلال الاحتجاجات ضد الفساد. من بغداد للمزيد ينضم إلينا زميل سامر الكبيسي. أهلا بك معنا سامر في هذه الساعة وحتى اللحظة، كيف هو زخم هذه التظاهرات، هذه المسيرات بمعنى أدق في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين، وبكم تقدر الأعداد التي وصلت إلى ساحة التحرير، وماذا عن الساحات العراقية الأخرى سامر؟ في البداية مساء الخير تسابيح. فيما يخص ساحة التحرير الوضع الآن ربما أقل زخما كمتظاهرين من الساعات الماضية، الأعداد بدأت تقل شيئا فشيئا، لا نعلم هل ستزداد مع ساعة المساء الأولى بسبب درجات الحرارة. الآن درجات الحرارة مرتفعة في العاصمة بغداد في هذا الوقت من اليوم، ربما في الساعات القادمة ستكون مسيرات أخرى أيضا من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير، أو ربما ستنتهي بحسب بعض الناشطين مع ساعات المساء الأولى ربما عند الساعة 6 أو 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد. تسابيح، مجموعة من الناشطين والمتظاهرين في ساحة التحرير رفعوا لافتاتهم
في ساحة التحرير طالبوا فيها بالقصاص من قتلة المتظاهرين، أيضا طالبوا بمعالجة الجرحى والمصابين بسبب تظاهرات تشرين، أيضا تسابيح الإصلاحات السياسية والاقتصادية لم تكن غائبة عن هذه الهتافات، أيضا نددوا بالتدخلات الخارجية التي تعاني منها التي يعاني منها العراق. أيضا تسابيح ننتظر ربما في الساعات القادمة ستكون هناك مسيرات أخرى في المحافظات الجنوبية، تحديدا في محافظة الناصرية، لا نعلم إن كانت ستكون في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء أو بعد هذا التوقيت، إحياء لذكرى أو إحياء للذكرى الثانية لتظاهرات تشرين. طيب سامر، في ساعة سابقة ذكرت لنا أنها ليست بتظاهرات، هي أقرب للمسيرات لإحياء هذه الذكرى وهذه الذكرى. هل ما زال المشهد على ما هو عليه؟ وهل الدعوات على مواقع التواصل في العراق ما زالت تركز على أنها فقط لإحياء هذه الذكرى، أم أن الأمر قد ينحرف عن ذلك؟ نعم تسابيح، البداية كانت مسيرة من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير، رفعت من خلالها الشعارات، هي بالتالي مسيرة لإحياء ذكرى تشرين، لكن في ذات الوقت هي ترفع مطالب تطالب فيها الحكومة العراقية بالإيفاء بوعودها فيما يخص حصر السلاح بيد الدولة، فيما يخص تقديم قتلة المتظاهرين، وأيضا بمعالجة الجرحى، لكن إلى هذه اللحظة هي مجرد مسيرات لإحياء الذكرى في ساحة التحرير، وكذلك أيضا قبل قليل كانت في ساحة الفردوس، وربما ستكون أيضا مسيرات أخرى في بعض المحافظات الجنوبية، لكن لم يتطور الأمر إلى أي شيء آخر، لا توجد أي اشتباكات، هناك تعاون بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين تحديدا فيما يخص ساحة التحرير، القوات الأمنية ما زالت متواجدة عند جسر الجمهورية وفي مداخل ساحة التحرير وكذلك على شارع أبو نؤاس لتأمين هذه التظاهرات، لم يحدث أي احتكاكات. ربما في فترة سابقة عثر على شخص لم تعرف دوافعه، كان يحمل سلاحا أبيضا، كان يحمل سكينا، لكن ربما لم يكن بشكل عدائي، لكن كان يتواجد بالقرب من ساحة التحرير، تم التعامل معه من خلال القوات الأمنية. طيب سامر، كيف تتفاعل الطبقة السياسية مع هذه المسيرات، مع هذه المشاهد حتى اللحظة، خاصة وأنها تأتي في توقيت قبيل أيام فقط من انطلاق الانتخابات التشريعية؟ هل صدرت أي مواقف حول هذه الذكرى الثانية لاحتجاج تشرين من قبلها؟ تسابيح، يحاول بعض المرشحين ركوب موجة التظاهرات مجددا، لكن تأييد في بعض التغريدات وأيضا بيانات من هنا وهناك، لكن على مستوى الطبقة السياسية من ناحية النواب ورؤساء الكتل لم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان سوى بيانات حكومية رسمية من قبل قيادة عمليات بغداد تؤكد بأنها تحمي هذه التظاهرات وأن التظاهر حق مشروع وأن القوات الأمنية موجودة في خدمة هؤلاء المتظاهرين. أما على مستوى القيادات السياسية العليا لم يصدر حتى الآن أي بيان، ربما في الساعات القادمة ستبدأ هذه البيانات بالظهور شيئا فشيئا. من بغداد الزميل سامر الكبيسي حتى اللحظة، شكرا لك سامر على كل هذه المعلومات، أشكرك. وسياسيا، طلب زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر دول الجوار بعدم التدخل في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وقال إن الانتخابات العراقية شأن داخلي، وعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالشأن الداخلي لا بالترغيب ولا بالترهيب، وإلا سنعاملها مستقبلا بالمثل. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح شدد على أن العراق لم يعد يتحمل كونه ساحة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مضيفا أنه تحدث خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة سيادة الدولة العراقية. العراق لا يمكن أن يستمر أن كونه ساحة لصراع الآخرين وإرادة الآخرين. حقيقة المنطقة، أنا لدي تفسير بسيط وقلته في اجتماع الأخير، اجتماعات مختلفة في نيويورك عند مشاركتي في الجمعية العمومية، العراق المستقر، العراق صاحبة السيادة الكاملة، دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة، هي المفهوم المشترك لمصالح جوارنا. لا يمكن أن تكون هذه المنطقة مستقرة بدون عراق مستقر مقتدر ودولة ذات سيادة.
مع ترقب استئناف محادثات لبنان والصندوق الدولي لمواجهة الكارثة الاقتصادية والاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن حكومته ستقوم بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل من قطع في علاقات لبنان مع العرب. في أثناء كشف موقع جنوبية عن نية الرئيس اللبناني ميشيل عون زيارة سوريا ولقاء الأسد نافية تحديد التاريخ الثابت لذلك. وأكد الموقع أن زيارة صهر الرئيس جبران باسيل إلى سوريا منذ أشهر تأتي في إطار التحضير للزيارة المرتقبة، مضيفا أن فك عزلة سوريا وتطبيع العلاقات معها حلم لعون منذ سنين منعته العقوبات الأمريكية بحسب جنوبية. وبموازاة ذلك تسعى حكومة ميقاتي إلى تأمين تمويل بالعملة الصعبة لا سيما عبر صندوق النقد الدولي. وأوضح الموقع أن الحكومة ستصطدم بحائط الإصلاحات القاسية المطلوبة من صندوق النقد وصعوبة تمريرها شعبيا. في لبنان أيضا بدأت الشكوك تحوم حول صفقات غير مرئية فيما يتعلق بالنفط والكهرباء، حيث تتواصل العتمة شبه الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية رغم مرور شهر تقريبا على وصول النفط العراقي إلى لبنان. وتقدر حمولة الشحنة الأولى ب 32 طنا من غاز أويل مستبدل بالنفط العراقي، وكان من المفترض أن تتبعها بوتيرة مستمرة دفعات لاحقة لتشمل مليون طن من النفط الخام تؤمن زيادة قدرها 4 ساعات تغذية كهربائية يوميا لعام كامل. ورغم التعويل على العقد الموقع مع العراق إلا أن الكهرباء لم تشهد أي تحسن ما دفع للتشكيك بصفقات مشبوهة لا سيما أنها تزامنت مع وصول صهاريج النفط الإيرانية لحزب الله. تداعيات انفجار مرفأ بيروت تتوالى تباعا، حيث ذكر موقع لبنان 24 أن هرات القمح المدمرة داخل المرفأ على حالها منذ الانفجار، وأن الفراغات بين أعمدتها تنذر بانهيارها بشكل كامل مع الوقت، مشيرا إلى وجود مخاوف من أن تساهم الأمطار في الأيام المقبلة في انجراف التربة أكثر تحت هذه الإهرات. في الشأن اليمني تواصل ميليشيات الحوثي حصارها لمديرية عبدية في محافظة مارب يهدد بكارثة إنسانية بحسب منظمات محلية ودولية. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن حصار الميليشيات للمديرية ومنع الإمدادات عمل انتقامي يرقى لمرتبة جرائم الحرب، وطالب المجتمع الدولي بإدانة التصعيد والحصار الحوثي وضغط لوقف استهداف المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. حذر مسؤول أممي رفيع في اليمن من تحول كارثي في المجتمع بعد انتهاء الحرب مع تراكم الأزمات الإنسانية وتأثير العنف المدمر للأجيال القادمة. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن قال إن كل عام يمر يزيد من خطر تحول اليمن إلى دولة مختلفة في نهاية هذا الصراع. المسؤول الأممي أشار إلى أن هناك عوامل للتخفيف من الأزمة، منها استمرار المساعدات الإنسانية التي قد يؤدي توقفها إلى وقوع يمنيين في مجاعة خلال الأشهر القادمة، معبرا عن اعتقاده أن هناك مصلحة قوية داخل الحكومة الأمريكية لدعم استمرار المساعدة الإنسانية والدعم السياسي المستمر لمناقشات السلام الشاملة التي يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام. وقال إن الوضع في اليمن يزداد خطورة مع قدوم الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في وجود نظام صحي سيء للغاية. بعد قليل في نشرتنا أيضا، صحيفة معارف الإسرائيلية تنشر تصريحا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية معلنة أنه خلال لقائها به. تغطية الانتخابات العراقية معكم أحمد النجم من البصرة على شاشة الحدث. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا
أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين ستجد منه كل الحرص والتمسك ببنودها، وأبدى استعداده للانخراط في التفاوض مع الفصائل التي لم تدخل العملية السلمية، والتزامه باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وقيام المجلس التشريعي رغم العقبات التي تقف أمام ذلك. البرهان أكد كذلك عزمه على إصلاح القطاع الأمني والعمل على ضمان قوات مسلحة تحمي خيارات الشعب. هذا وأكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في تصريحات للحدث على أن البنك الدولي بات الجهة الممولة للسودان، إذ خصص حوالي 2 مليار دولار لمشاريع الكهرباء والمياه التي تنوي الحكومة تنفيذها، إضافة إلى تخصيص مبالغ لدعم الموازنة الحكومية، مضيفا أن مجهودات البنك الدولي تعد ضوءا أخضرا لبقية المؤسسات المالية الدولية للحاق بانطلاقة السودان. والبنك الدولي هي الجهة الممولة الأساسية الآن للسودان، وفي خلال اللقاءات اللي التقينا بهم مع القيادات في البنك منذ فترة، البنك قرر أن يخصص أكثر من 2 مليار دولار لمنحة، مش قرض، منحة لمجالات مختلفة في السودان، وعلى رأسها الكهرباء ثم المياه، مياه الري ومياه الشرب، بجانب دعم الموازنة، بجانب دعم التنمية في الريف وتنمية الكوادر. الزيارة دي مهمة وإشارة للعالم الآخر وللمؤسسات المالية الأخرى أنه السودان انطلق، وأحسن الناس يدركوا هذه الانطلاقة ويتحركوا معها إلى الأمام. فنحن سعداء بهذه الزيارة، والحوارات اللي تمت بيننا وبينهم كلها موجبة جدا، وقد سعيت في أنها تفتح أبواب جديدة. أن البنك الدولي نفسه بيقوم الآن في الفترة القادمة لتعبئة الموارد لصالح السودان من مؤسسات أخرى ومن جهات ممولة أخرى إن شاء الله. وصف وزير المالية جبريل إبراهيم أيضا زيارة رئيس البنك الدولي إلى السودان بتاريخية، مضيفا في تصريحاته للحدث بأنها تعد مؤشرا قويا على عودة السودان إلى المؤسسات المالية الدولية. زيارة رئيس البنك الدولي بوفد كبير فيه 2 من نواب رئيس البنك بجانب متخصصين عدد كبير، زيارة تاريخية ولحظة مهمة بالنسبة للسودان، لأنه آخر مرة زار فيها رئيس البنك الدولي للسودان كان في عام 72 بعد التوقيع على اتفاقية السلام في أديس أبابا، وده مؤشر قوي بأن السودان عاد بقوة للمجتمع الدولي وللمؤسسات المالية الدولية. كشفت صحف مصرية وسودانية تفاصيل عن المصريين المتورطين بخلية اغتيال ضباط المخابرات السودانية والتي وقعت قبل أيام، ومن بينهم شابة مصرية زعمت جماعة الإخوان أن السلطات المصرية أخفتها قسرا في وقت سابق من العام 2019،
ليتبين لاحقا أنها مشاركة في عملية اغتيال ضباط السودانيين. آية حسن عبد السلام أبو السعود 24 ربيعاً، طالبة بكلية آداب جامعة بني سويف في مصر، كانت عنواناً عريضاً لحملة للإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت بعودتها على خلفية اختفاء قسري كما زعمت، إلا أن آية عادت ليكشف مؤخراً أنها شاركت بجريمة اغتيال كبرى. فقد أكدت صحف مصرية وسودانية أن آية حسن عبد السلام أبو سعود كانت جزءاً من عملية اغتيال ضباط المخابرات السودانية. الصحف كشفت أيضاً هوية المصريين المتورطين بخلية الاغتيال وتفاصيل المداهمة التي وقعت قبل يومين. الخلية تضم أيضاً محمد أحمد محمد علي مواليد القاهرة يبلغ من العمر 31 عاماً، وأكرم عبد البديع أحمد محمود وغيرهم ممن لم يتم الكشف عن هويتهم بعد. عملية أمنية كبيرة أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة، فيما أصيب 5 من الضباط السودانيين عندما قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق الرصاص على القوة المداهمة. تتنوع وتتلون أساليب الإخوان في غسل أدمغة شابات وشبان في مقتبل العمر لينتهي بهم المطاف قتله أو يضيع سنوات أعمارهم خلف القضبان وكثيرا من الأوهام الزائفة. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشددا على متابعة ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد. كما بحث المنفي مع أنجيلا ميركل مستجدات تنفيذ خريطة طريق وفقا لمؤتمر برلين، إضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا. في الأثناء استنف ممثلون عن الفرقاء الليبيين في الرباط مباحثاتهم لليوم الثاني من اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قانون الانتخابات. وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد مجلس النواب يرفض مناقشة قانون انتخاب رئيس ليبيا الذي أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، فيما يرى ممثلو مجلس الدولة أنه لاغ وغير شرعي بالنظر إلى عدم التشاور معهم في صياغته كشركاء وكمجلس استشاري. ويناقش الوفدان في جلسات مغلقة النقاط الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري. في خبر لافت عنونت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم خبر لقائها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة، نشرة تصريحا له يؤكد فيها أن بلاده في حالة حرب فعلية مع إسرائيل، متهما إياها باغتيال علماء نوويين إيرانيين. وقالت معاريف في خبرها، قالت إن لقاها بالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية جرى على هامش أعمال منتدى السلام العالمي، حيث اتهم إسرائيل بإفشال المحادثات النووية في فيينا وتأجيج النزاع بين طهران والدول العظمى. تصاعدت التوترات بين باكو وطهران على خلفية بدء الأخيرة لمناورات عسكرية على الحدود مع أذربيجان، على خلفية أزمة الممرات الحدودية البرية بين الجانبين. كما اتهم قائد في الحرس الثوري الإيراني المسؤولين الأذريين بتحويل بلادهم إلى منصة تستخدمها إسرائيل استهداف طهران حسب وصفه. نحو تصعيد التوتر مع أذربيجان تسير الشاحنات العسكرية الإيرانية، تدفعها رياح التصريحات المتبادلة بين الطرفين قبيل مناورات تنوي إيران القيام بها قرب الحدود الأذربيجانية. خلفية التوتر بين الجانبين تعود لأزمة الممرات الحدودية البرية بينهما، حيث يفصلهما نهر أراس، أزمة قديمة جددتها طهران بهذا التحرك وفي وقت اعتبرته باكو مفاجئا، أزمة تبدو ملامحها حدودية لكن ثمة حاضرون غائبون ومؤثرون كأرمينيا بشكل مباشر وكل من إسرائيل وتركيا وروسيا وباكستان بشكل غير مباشر.
فبالإضافة إلى الخلافات حول الممرات البرية وخاصة تلك التي توصل تجارة إيران إلى أرمينيا عبر أذربيجان، ساهمت مناورة عسكرية مشتركة ثلاثية بين القوات الأذربيجانية والتركية والباكستانية في إضافة أبعاد جديدة للأزمة بين طهران وباكو، مناورات أثارت غضب طهران التي وصفتها بالتحركات المشبوهة. أما وجود إسرائيل على الخط أشار إليه قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى تحول أذربيجان لمنصة إسرائيلية لضرب إيران حسب وصفه. سبب آخر يثير مخاوف طهران ألا وهو وجود نحو 20 مليون أذري تركي في إيران، وهم ينظرون إلى أذربيجان كامتداد قومي وثقافي ولغوي لهم. إذن هذه المصافحة ربما كانت آخر صورة لود العلاقة الإيرانية الأذربيجانية، علاقة يبدو أن ملامحها ستتغير مع قدوم رئيسي الذي يقود سياسة بلاده الخارجية نحو مزيد من التشدد والتطرف وفقا لاتهامات غربية. فاروج حسين، الحدث. في سابقة من نوعها حكمت المحكمة الجنائية الفرنسية لأول مرة على رئيس فرنسي سابق وهو نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل حملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012 بشكل غير قانوني. نيكولا ساركوزي أصبح أول رئيس جمهورية سابق يحكم عليه بالسجن النافذ، وذلك بعد حكم أصدرته محكمة باريس الجنائية يدين ساركوزي بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية غير الناجحة عام 2012. هي ضربة صاعقة في الحياة السياسية الفرنسية. هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها على رئيس بالسجن، لذلك ستكون هناك عواقب، وهو بمثابة تحذير للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل. وتقدر كلفة النفقات التي دفعها ساركوزي لحملته الانتخابية حينها بمبالغ تعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به للحملات الانتخابية، الذي هو عادة 22 مليون ونصف المليون يورو. إنه مدعوم من الجميع في حزب اليمين لأنه ما يزال مؤثرا في الحياة السياسية الفرنسية، والفرنسيون لم ينسوا ذلك، لذا فهو أمر سيء بالنسبة لساركوزي، وهو يريد استئناف الحكم ليكسب الوقت من أجل خوض معركة جديدة ليقول من خلالها إنني ما زلت هنا. من جهته طلب ساركوزي استئناف الحكم الذي يلزمه بقضاء فترة الحبس في منزله مراقبا بسوار إلكتروني ولمدة عام، فيما تأتي هذه الإدانة الجديدة بعد 7 أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية تنصت. مع اقتراب انطلاق حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية حكم لأول مرة على رئيس فرنسي سابق بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية. حكم قضائي سيكون له تداعيات سياسية وانتخابية. زينة عدي، الحدث، باريس. تنظر المحكمة الجنائية في بروكسل اليوم في قضية مخطط إرهابي يشتبه في أن الاستخبارات التركية حاول تدبيره في الفترة من عام 2017 لاغتيال مسؤولين في مقر المؤتمر الوطني الكردستاني في بروكسل. المحاكمة تعد الأولى على الصعيد الأوروبي، حيث تتوفر حسب محامي الدفاع ضحايا المحتملين أدلة حول ضلوع الاستخبارات التركية فيها. أمام القضاء البلجيكي سابقة أول محاكمة في أوروبا، خيوط شبكتها الإرهابية تمتد إلى الاستخبارات التركية في إسطنبول. الجهة المستهدفة المؤتمر الوطني الكردستاني في بروكسل، وخاصة عضو الهيئة الإدارية زبير إيدار ورفيقه رمزي كرتال. المتهمون 4 أتراك، 2 من بلجيكا و3 من فرنسا و4 من إسطنبول. هذه المحاولة الإرهابية ليست الأولى التي تستهدفنا. أدلة كثيرة متوفرة لدى الشرطة البلجيكية، حيث تؤكد محاولة الدولة التركية بشكل جدي استهدافنا، خاصة شخصي ورفيقي رمزي كارتال. الحدث اطلعت على ملف التحقيق ويكشف عن أن المنفذ المحتمل حاشي أكولاك قام بتكليف من مواطنه التركي الفرنسي زكريا شليك بلاك وعون الاستخبارات التركية يعقوب كوش بتصوير الأشخاص المستهدفين
وقاعات الاجتماعات ومدخل مرآب السيارات وشاشات المراقبة. الخطة الفاشلة تقتضي استخدام حاشي المتفجرات أو الأسلحة الرشاشة وربما تسميم آنية تسخين ماء الشاي. المجموعة خططت لفرار المنفذ على متن دراجة نارية يقودها شخص آخر. لاحقاً تحمل الدراجة على متن سيارة فان ومغادرة البلاد عبر بحر الشمال نحو تركيا. وعد حاشجي بمنحه مكافأة مالية هائلة إضافة إلى مزايا أخرى من بينها إمكانية أن يستقبله أردوغان وأن يقضي الليلة في قصر الرئيس حيث طلب تنفيذ هذه العملية. محاكمة الخلية التركية تعد الأولى في أوروبا حيث يتضح فيها دور الاستخبارات التركية مباشرة. المهم في القضية في بروكسل أنها ذات صلة بما جرى في فرنسا، حيث تم ربط اغتيال الكرديات الثلاث في باريس بالاستخبارات التركية. في بروكسل ولأول مرة نحن أمام مخطط اعتداء إرهابي ضد مسؤولين أكراد، وقد تابعت الشرطة تحضير المخطط مباشرة تقريبا. عون الاستخبارات التركية وشريكه في فرنسا لا يحضران المحاكمة في بروكسل، ومحامية الدفاع عن نجاة ديمير أوغلاري رفضت الرد على بريدنا. المتهمون الأربعة عاينوا مقر المؤتمر الوطني الكردستاني في سيارة مرسيدس، وفي يوم 20 مارس من العام 2018 عاينت الشرطة البلجيكية سيارة المرسيدس نفسها في هذه الضاحية البعيدة عن مقر المؤتمر الوطني الكردستاني. وجدت على متنها المنفذ المحتمل حاجي أكولاك ومواطنه التركي الفرنسي زكريا شيليك بيليك وعون الاستخبارات التركية يعقوب كوش. قالوا للشرطة البلجيكية إنهم يبحثون عن شارعي بائعات الهواء. نردين الفريد، الحدث، بروكسل. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خريطة طريق حول الوضع في إدلب شمال غربي سوريا. سيعمل عليها وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، ما يشكل بدء ظهور تفاهمات الروسية التركية بين الجانبين، في وقت قال أردوغان إن على الولايات المتحدة أن تنسحب من سوريا إن عاجلا أو أجلا. يهدد الارتفاع الملحوظ الذي تشهده سوريا منذ أسابيع في عدد الإصابات بفيروس كورونا القطاع الصحي بالانهيار الكامل، سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث تحذر المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا من تدهور الوضع الصحي. ووجهت منظمة أطباء بلا حدود وأنقذوا الأطفال الدعوة للمجتمع الدولي من أجل زيادة دعم تلك المناطق لمواجهة سرعة تفشي الفيروس، حيث بات الوضع خارج السيطرة وأكثر من 20% من المصابين هم من النازحين في المخيمات. ومنذ أغسطس الماضي بدأت أعداد الإصابات تسجل ارتفاعا ملحوظا وباتت تتخطى 1000 إصابة يوميا، ورافقها زيادة تدريجية في أعداد الوفيات، فيما تشير الجهات الصحية المحلية إلى أن هناك حاجة ماسة للأكسجين الطبي والمعدات في الأقسام المخصصة لمصابي فيروس كورونا. كما تعاني تلك المناطق من نقص كبير في فحوص الكشف عن الفيروس وأدوات الوقاية. من جهة أخرى تسجل مناطق سيطرة النظام ارتفاعا في الإصابات، حيث بلغت المشافي في محافظات اللاذقية ودمشق وريفها طاقتها الاستيعابية القصوى. حاليا عم نشهد زيادة عدد الإصابات في كورونا في الشمال السوري المحرر. نتيجة هاي الأعداد الكبيرة عم بصير في عندنا نقص في الشواغر في المشافي، عم يصير عندنا نقص في تأمين الأكسجين للمرضى. بالنسبة لحالات الوفاة عم يتم التعامل فيها عن طريق المشفى، عن طريق إجراء غسيل المتوفى في المشفى وتسليمه للدفاع المدني اللي تم الدفن. نحن كفرق الدفاع المدني السوري المختصة بنقل حالات الكورونا نقوم يوميا بنقل العشرات من حالات الكورونا من منازل المدنيين إلى المشافي المختصة، ونقوم أيضا حسب الإجراءات الوقائية القائمة فيها في الدفاع المدني بنقل الوفيات من المشافي إلى المقابر، ونقوم بتعقيم وتطهير الآليات والمناطق المبوءة. أفادت شركة ميرك أند كو وهي شركة أدوية أمريكية بأن دواءها التجريبي على هيئة أقراص لعلاج الإصابة بكورونا
قلل من حالات دخول المشافي والوفيات إلى النصف. وقالت الشركة إنها ستطلب قريبا من مسؤول الصحة في أمريكا وحول العالم الإذن باستخدام عقارها. تبقى العناوين. بعد فشل دعوة اقتحام البرلمان، نواب النهضة يلجؤون للأبواب الخلفية ودعوات الرحيل تواجههم. تظاهرات في بغداد تحيي ذكرى حراك تشرين وتردد شعارات ضد الفساد والمحاصصة. ممثلون نواب والدولة الليبيين يستأنفون مباحثاتهم في الرباط، والخلافات حول الانتخابات لا تزال قائمة. الأمم المتحدة تحذر من تحول كارثي في المجتمع اليمني بعد انتهاء الحرب جراء الأزمات الإنسانية والعنف. هذه النشرة انتهت، إلى اللقاء. We'll be right back.